بون هنايا درنا مقابلة قوية ومقابلة يعني في المستوى، سيطرنا خصوصا في الشوط الثاني وين كنا قادرين نقتلوا المقابلة، جاتنا عدة فرص سانحة باش يعني نعمقوا الفارق، لكن الفوتبول هذا هو كون تي راه ديبيوت تي اون كاس، خذينا هدف في الوقت القاتل، لكن نقول باللي اليوم يعني الحظ أدارنا نظهره، لأنه صراحة وبشهادة الجميع أوميريتي أمبليمون سيت كوب اللي ما خيرتناش، كنا قاب قوسين التتويج بكأس اللي كنا حابين نهديوها للأنصار تاعنا، ما كتبش ربي خيرها في غيرها إن شاء الله.